يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا أنا أحمد سيدي ربي سبحانه وتعالى إنسان غير جعلنا نقلا نحضر يوث المناسبة. المناسبة ثم قرحتي عزيزين دقلوا نقنس المرمرة وثقين المناسبة إن المولد إن في محمد صلى الله عليه وسلم، المولد سيد الخلق وحبيب الحق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كان مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان آخر الأنبياء والمرسلين، المولد نس ذي المولد للإنسانية، ذي المولد للعلم، ذي المولد للثقافة، المولد المسلم، ذي المولد للتحرر الإنسان. المناسبة هي كما يتمثل نسعي السؤال دائما وأبدا إلا أدي سؤال أرى ذهننا أمش أرى قبيل المناسبة هي أهل طرس الاحتفالات العادية كان نغذت سؤالين سيوت الزاوية النظام، الزاوية للعلم، الزاوية للثقافة، الزاوية للفقه، والزاوية للحرية للإنسان إثو ذا الفينس ذين تويا مران بلين البشرية قبل الإسلام تسعيشي للهمجية الهمجية ثم قرحات يوثل نارشين تسفركات تسعيشن أمل وحوش الغذاء أقبل الإسلام تسميوتشن تقوغ رسن العابد إسو تسيقناس والسينارش مقارن يحرام تسعيشن والسن اللي حلال والسن اللي حرام عافذن ماشي تسيدي ربي ويعافذ الحيوان ويعافذ الأصنام ذي الزران ناخذ الأخلاش إن جرس فاسنسن ويعافذ الثمس ويعافذ الهواء ويعافذ البحر ويمكن يوم دشون ويعافذ الجن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى إذن دقيقا. ولكن أخلاق دقيقا سبحانه وتعالى اجعل النبي صلى الله عليه وسلم إنسان أنا ديك سن البشرية ذي البلان يتعيشن لن زيكني ما كنتنا سن سنغان تقوغ رسن على أتفه الأسباب ثليوت الحرب مقار الحرب البسوس في الحاجة كان كمون سعالنا زي ثقيم 30 سنة وحرب الداحش والغبراء ثقيم 40 سنة سين يخدمن السباق الخير تقوغ رسن ولكن يون يغلب ويض بعد أمي يحسن تقوغ رسن اسمي إقلاوا نشتاقين من بعد ميطف لكن مقرر النغم سيثكت سيثكت من بعد تندل عيون الحرف تقيم 40 سنة ذو مكيد فرع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنش قاعث الدرب رحمة للعالمين يقرد خلق قويس لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سيدي ربي مش فيح يرد غرولة العيف هذا يكسر بلان تفرك إلا الزداخين سن يرئيس العلم يرئيس الحكمة كان مثلا يرئيس العلم يرئيس الحكمة إزكان ويونا إزكان ولون البشر أخطر مدرين العلم ذي الحكمة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يجعل ذي النعمة ليفكي العفذ نس العلم واحد اسم بلا الحكمة أرين في عالم أنا أقيك سيد ربي قد قولي سورة القصص غف سيدنا موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. العلم ذي الحكمة يتسكت سيد ربي وذاك يقحمي ولكن العلم ملك ليفكث واحد اس إلى عبد سيف كان الحكمة أدنى غريدي الوضعية ينسعيش لكني أسجح شقاذ يرحم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي العالم بأسر أنشتقي أنا عقيب اللي غد يوث الأزمة اللي أنت عايشة سيئة العلم اللي غد أخلاقه لاش وذين يفون خدمة للصلاح ذين يفين استخسار كان يثمثن الإسلام يثمثن وإذا كان ينسي قرن باللي غد ينتشر السيف ينتشر ماشي سوين النظر يتسمى العنف السيف يسيك انتشر أنا عقيب باللي خضاني وفريد السنة للإسلام ذا شوف. ولكن أنظر باللي الإسلام يثمثن الكلمة ثم زواروث دين زلس ذي ربي سبحانه وتعالى ذي الإسلام غف النبي صلى الله عليه وسلم كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إذن شو في دين زل الإسلام إن زيد شكريون أكد القرية
ودين جلال سوين النظم والإسلام ويتكران فران فرة مسلم أخذ كريون الخرية أخذ كريون ويتكار الإسلام دينا كيف مثلا ندمو تفضل لهنا ولاش الإسلام ندين الإسلام دي هنا مش دواليس دي السلام دي السلامة دي السلم حشين العيان يقول لك كيف مثلا ثمورا جنوب شرق آسيا مثلا مثلا ماليزيا اندونيسيا الكمبوج جنوب الصين دي الهند حشو ماذا قلت الفلبين دي الجابون بنغلاديش شي مورا مرة أكو يكشم الإسلام ويسو ثلاث سيف داخل يكشم التجارة مثلا ذي المعاملة ذي الأخلاق الحسنة إسعان التجار أرمين خشم من غير ثمورتنين أهدرن تيذت أهدرن السفان تجارن تكسنتيما سنتعاون للغير نظن خدم إسعان المعاملة إكحب سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ذين إكجاين أرذاقين أرمين ذهشن دي المعاملة كنسي دكا ويتسمع وتسعين وتسينار دي العادة ذنسن ولكن اسمين تسفه من بلين ذن في محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين نتيجي بين وبقيد الإسلام ذنا شهد المرة لا إله إلا الله محمد رسول الله أكبر بلدان العالم إلا دينسيم دي ثمور ثنين يجي لنا يثمثل إذن سيدة ربي مشبيح سبحانه وتعالى جاين في صلى الله عليه وسلم المولد نسا إجعي في مولد مكارم الأخلاق على خطر إند وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أكد قال لسورة الأنبياء سيدة ربي مشبيح سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حشر الرحمن قال لدي الرسول صلى الله عليه وسلم سستم ذي سدى رحمة أن كنا أنخزر ذاكي يسمى المولد النبوي الشريف أثنخزر الزاوية أثنخزر ماشي الزاوية النظن أما كنت نسمى قال لعويد غس أنشتن أين نخدم مرة أكو ذا رحمن ذي عايف انصر جوز بشوق انصر شون الفرح ذم قرحان فرح المرة خامن فرح المرة ذردان فرح المرة ما ذي مشتوحنا ما ذي مقرنين ولكن آل طرد نشتاقي كان يقلان دي المولد النبوي الشريف ماشي ذا نشتاقي أثنخزر الزاوية العيل ما ساقي ذا العلم يقلان ذي الفقه ذي أنظر تمو سنين يقلان ساقي مثلا ماشي لحاجة نظر إذا نخزر الزاوية من العلم سيدي ربي مشبيح سبحانه وتعالى سيدي قارب مشبيح النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أنخزر مدينة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمة يقول كوشي يستد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكي يستد الزخين الأخلاق الزخين مكارم الأخلاق إنيش أمكان سيقار وإنك لعلى خلق عظيم يفكي يستد الأخلاق أي المزم أي المد يفكر أن يلعب ذو قفيس أي المد يفكر أن يلعب ذو بعدين تجينا إذا خطر نكونيا ذي العصر ناقي نكون إيه لا وانت سكر القيمة الأخلاقية مثلا على خطر الأخلاق ذو جنيد الإسلام ذو جنيد الدين والرسول صلى الله عليه وسلم بعث ينس أفش في ذي الدفكار بين لعلة واحدة يونس بعيون لوبجكتيف في ذي الدفكار يقرد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن الدفكار يضربين باش أتم الأخلاق تمام مكارم الأخلاق يعني إتمام مكارم الأخلاق ذين بين الأنبياء الرسل وثمثني السعى عليهم صلوات الله وسلامه ولكن إنسان إكميتي دكمل إدكمل ذي قفي دقار إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق ومرنزر سيدي ربي مشبيح ديننا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنسان ديننا إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق أنظر بالله الرحمة يجد مكارم الأخلاق أكا الرحمن سيدي ربي غد مكارم الأخلاق غاس الزول غاس النظام غاس الزكاة غاس الحوج غاس نخدم كل الشعائر الدين كامل ونسعى على مكارم الأخلاق ديننا غيت أندريا وديننا خاطر العبادة الشعائرية اللي قال غد سيدي ربي أختي قبل ما نخدم العبادة التعاملية اللي قال غد ذو أثمثل نغل الخلق خاطر أثمثلك دين شيمن إنما المؤمنون إخوة يقذن لا دين شيمن دثمثلك من آدم إذن العبادة ربي مرة ناس ندخل الحاجة العالية تسعود الأخلاق الحسنة ذيس وماذا قلت سعود المعاملة الحسنة يقال ذو أثمثلك عبادك قبل سيدي ربي ظهر لي الزكاة الصوم ذي الحج الشعائر ذين إلا نقرأ غيز ولكن ماذا قلت أن كنين نسعى نسوء المعاملة ذي الخلق ربي الخلق سيدي ربي غاس الزول غاس النظام غاس الزكاة غاس الحج وقت من نعالة ذي العقاب ربي كان يتمثل إذا الذي قال إنما بعثت لأتم ما مكارم الأخلاق إذن أسم سميه مش اسم نس العلماء النار إم إفلسنا رضي ربي يقذون جلالا أفتمسي يجين أثند العلم لسنا إنه ورث الكنية مكارم الأخلاق مثلا إذا بقين إذ اسم المولد النبوي الشريف مولد النبوي الشريف ذي المولد المكارم الأخلاق أسند جلال مكارم الأخلاق لو كان أثن زرس الزاوية يقين مكارم الأخلاق أنت حير من المرض جاوب الرسول المولد النبي صلى الله عليه وسلم ومشي تحاشا السنين المولد هذه دمس مكتاي ولكن 365 قوة السند اللي كنين أدن هدر في الناس كان أيضا مثل العلم بلا أخلاق كقشرة بدون لب
تغيث مثل الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا نغران السن فردوك تقد جنف فردوك ذي الجامعة، ولكن شي ما نسخسار شي ما نسكي ديبا شي ما نخدع شي ما نخدقر الولدي النغة شي ما نسع سوء المعاملة ذي الجيران أشي ما ولي الطفل كان أذي كين ولا الذي يحقيش أذي كشي الفقر أين ند الفقر ذي المسكين ذا ذيش أشي فكي وين ونستحقر وين يستحقر ذا استكيس وما تنظر تفضي سعى الشهادة للجامعة أشي دي كويا ماشي دي العلم مني ولكن دي الأخلاق شوياش إلا قل العلم أذي ثبع الأخلاق والأخلاق يوم الشيدي ربي كان غير تصرحون ما أتئتني دي سوالي العرض من دنيرا إذن شيدي نان يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلى أولي الألباب صغر سيدي ربي كان أدغر دي الجميع أنا داويض العلم الزغر سيدي ربك دي في الحكمة أثن مارد دوكين دينا العقل كذا ذي كمي سوى سيساد خمر السلاح دي الدونيث إساد ربح الدونيثيك إساد ربح دي آخر أكتن غيث مثل إذن أنا عقي سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى غدي فكان ذي الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم يمرغ ذا الفرحيس إنسان الذي قرن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أنفرح سيدي الرحمن سيدي ربي يغدي فكان ذي النبي صلى الله عليه وسلم نتسي ما نسي فرح سوى اسمي غيديوي إلى قسمه يحسب إذ مثل خطر ما نخسر أنا في المسجد نرثور مرق ذي مزيلا كامل أكو ولكن بشان قيمة نذكر سيدي ربي بشان نكونين العادة إنسان كوني غيث مثل ماشي تظلثي ونتظلل نغش عائر الدين ولكن ودن تذكر أنا سيدي ربي أما ذي نخذ من أما ذي ثغميث أما ذي ثكري من بعد أينو تذكر دار مرة يتشو غي غير كفير يقولد من بعد مجرد ركوع وسجود كان من بعد يخدم ذا في سكن يهوى الرسول صلى الله عليه وسلم أسمي دينور يخذ ما سزاي ويقر يا رسول الله شما كتصوم بغزل الاثنين إنس ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم بعثت فيه أشيما تصوم بغزل الاثنين إنس السنة إديويا والسنة إيدي بعد سيدي ربي وفي رواية يقر وذاك يوم أنزل علي الوحي السنة إيدي نزل الوحي في الناس كما يثمثل المشرك يفرح المولد النبي صلى الله عليه وسلم يربح في الناس أبو لهب ذين توي مع مش النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن ذي جهنم ذي جهنم سيصلى نار ذات لهب ولكن اسمه جيوي الرسول صلى الله عليه وسلم تروح يوث الجارية ينس تروح الجارية مقارة ثويبة الإسلامية تروح غرغور ستنيس ذا شي ستنا ثنيسة ثانية يرنو قشي شارك باك يرمي مسنه ماك إلولد ذا شو ميسي إنا يدم ديذري من يفكي ستني ناس أقلكم حرة مثل أقلكم ذي الفرح نغيك فرحكني ناس أقلكم حرة والرسول شبيح صلى الله عليه وسلم يرجع أبو لهب يرجع أبا لهب ورؤيا الأنبياء حق إن دور قف أي تخفف لس ربي كل اثنين يتخفف لس العقاب الفرح نغيك فرحكم القسمة كنديوية كان غيث مثلا سيدي ربي وشبيح سبحانه وتعالى ديننا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنا أقل بلين أنشتقين جاي أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنا إهرقونك شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أذي يتبع ذلك سيدي يخدم المحب بن النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع قل هذه سبيلي أدعو إلا الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سورة يوسف عليه السلام إذن أنشتقين أنا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كدنا إن ذا الرحمة يكيد إنما أنا الرحمة المهداة إن ذا كنا ذا الرحمة يدف كرب إن ذا ثقويا دك كربو نكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب عن أذي غيظ الرحمة أمن أما كنيدي جعل ذا الرحمة أثير من ذا الرحمة إقرد إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يمر سيدي ربي المؤمنين شوي نشد يمر الأنبياء الرسول إذن تقيدم كل يوم نكشهد لا إله إلا محمد رسول الله أتعقيد بالليغ ماشي تصل لذيك نغض الزكاة نغض الصوم نغض الحج إقلال كان دخين دينينك ماشي شوي يجين يسارك حمين ولكن ما رث فغض المسجد ذي المسجد ما رث ضرتين تبرع ما رث خمض الخير لوالدينك ما رث خمض الخير لجيرانك ما رث خمض الخير إلى عباد الصندرة ديننا غيقيد سناث الحوايج اللي قد تنكر داخل خاطرنا أنا عبد سيدي ربي سبحانه وتعالى وصل خدمانا أشريك وحده لا شريك له ونعب ذرا نثق الرافت ونعب ذرا زرو ونعب ذرا أتصيق عبد ذنا نشتاقي غيث مثل ولو ذي العصرنا الأولياء الصالحين نحميث إن شاء الله أغدح شر ربي ولكن أثن مشينا عن ذعو غير غرسنا سنقارف كتابين فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله لا نقارس أكر 17 بردان على الأقل ذقواس إياك نعبد وإياك نستعين إيش يجر ربي وحدي كان إذن يقول أنا عبد سيدي ربي وسنخدم على الشيخ ونحسن سنة إسرائيل عبد ونظر الحقوق
أقوثنا ثنغي عباد أما ذي نشيمن أما ماشي ذي نشيمن أندث فوق الحورية إنك إذ ذا الحورية الغير نظر وكشمال هذه الحورية الحورية الغير نظر إتش أينك دبوين إتش أين دحلات ستذينك أين تسيصدر ما تشينك أين دبوين وتسيصدر وتدحل غار ستذيك وسقرر واحد سكاني قلان يسعب في شوثي يقوذر يسعب في شي شوكساس يسعب في يسعب في شوكساس مسكين ويسودر غرغوس باش في ديول ولكن ماذا قلت قلت سخامي أتعقيد بلوثر بحضارة فلاس أي خطر أين لندي حرام وربحنا لندي فلاس الحرم إسدرامي خامني تفكر في وشولين وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين كان يقال سيد ربي وشبيح سبحانه وتعالى إذا أنا واحد سيد ربي وانظر الحقوق وقث مثل أي أي مثل سكن إذا الرحمن ديف كاسيد ربي ذي النبي صلى الله عليه وسلم قرد الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إذا قال رحمنا رحمي ذن سيد ربي رحم في قذي لندي قاع رح أكون رحم سيد ربي إلى ندقيني أي يهودين يتمثل يموت عدد الجنازين الزث النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة الكرام أسمي إد عدد الزث سي كرس صلى الله عليه وسلم الجنازين قوذين أنت قد يون صحابين سأل رسول الله وين دو ذي وين مذكر ذكا ولكن دشو مسينا سيد الخلق وحبيب الحق صلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنس أليست نفسا إنس مشي ذي عفذاني وهنا ذو ذينس ماشي ديار ذوهين إذ دو يختار ذي روح الجهنم أثنو فريد الجهنم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولكن ديار إغاضيث صلى الله عليه وسلم غطر ذا الرحمن إذ فكسي لربي إذيس إلا ذو ذي إسعيش غار طرفيس أي يهيك يتزورو صلى الله عليه وسلم يسقسي في الله إذا عوثي دغى الإسلام ولكن اسمين ويتهنران الرسول شبيح صلى الله عليه وسلم أرميك شهد لا إله إن الله محمد رسول الله ويفقد غير فريق قال الحمد لله الذي أنقذه من النار الحمد لله يا ربك شتيد القذن ذي جهنم إلي صحابين قلس أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه يكث العبدينس نغلس كرابينس وين أخذ داميس ساشون يوم ريث إن بعد يسخصرس الخدمة يفذن على ذي كث وكرباش على ذي الجليد ولكن يوكال ذي ماني سرميد يفان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رواه إنس يفدد إنس يا أبا مسعود إن الله قادر عليك أكثر مما أنت قادر على هذا إنس يا أبا مسعود إنس سيد ربي نزمرك أكثر وكنز مرض إيواجينيو يغري سوينك نيلاندك فوسو صحابي يغري فوسيس أبو مسعود البدري إنس رسول الله سمح غاس آفي غاس إنس هذا سرح غاس هذا اللي حور إنس إذكي إنس قلك حور ثلغ اللي بيرث إنس صلى الله عليه وسلم ولو كان يخدم ذرع ذيك كام وجن إذن في مشبيح صلى الله عليه وسلم ذا الرحمن يغدف كاسي ذا ربي غدقس إذ مثلا إلى أنا عقيب لي المولد من الرسول صلى الله عليه وسلم ذا المولد من الرحمن وذا المولد المكارم الأخلاق يعدد الأقرع بن حابس التميمي وقيد يونس حبيب يعدد غفر الرسول صلى الله عليه وسلم يفثي تفد الحسن الحسين يتفثني تغر غرسة أثني السذن أشمين إثد يفن إنيسا تقبلون صبيانكم إنيسا عن السذن مقردلون إنيس نعم إنيسا كل السذن مقردلون إنيسا ورقز الجنة مقال الأقرع ابن حابس التميمي إنيس كن ساعة عشرة والربيع العمر السودان غدكس يون دكس إنيس دشاك خذ مغميك سكر بالرحمة قويك من لا يرحم لا يرحم دشاك خذ مغميك سكر بالرحمة قويك إنيس ونون الرحمة لهم أثر رحمة رسيد ربي كان يتمثل إذا ثقيد أو إنك نيو إسعان ويس القصحة ونسعان يقولي صدرو قد جير غرسي دربي ما يمكن تسعود وتسعود على الرحمن أثما في الوالدين كتصيغ حضرنا كذي الوالدين سن يقوثن واسيف وتعدي لنا غرور سن خطر قش حلوية ونسن دي زران أش حالي قزر الجيران سن إيش مثلا وزمنا سن في كنت باقي تدقواس أش حالي فذي إيش مقام دقوجي دي ثجال إيش مقام دي الفقراء دي المساكين غسي كفثنا ربي ولكن نثن سمقي لنا ويقين سعان ويا ونسن دزرو أم كاثر جذر الرحمن دي سيدي ربي ونسعان ويس دزرو كان يتمثل سيدي ربي وشبيح سبحانه وتعالى جايد الرحمن شو قال سيدي رحم الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اتصور الرحمه في الوالدين يقضى سيدي ربي قويس وقضى ربك الا تعبدوا الى اياه وبالوالدين احسانا يقضى سيدي ربي ذي الامر ينس بلي الوالدين داو سيدي ربي الا اتعرض سيدي ربي وسخدم دار شريك وتزرم المشرك وين لاند المشرك يخدم شريك سيدي ربي ويكشمري جنف أه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سيدي قر سيدي ربي دقيقه لديناك خاطر الى قال بلي أن أنسرس الشفور نغفل نغنسو كنت شوية لان أنا ريما نغنسو ونخدعها رسيدي ربي يقوى سيدي نغير غرورس وقت
سيدي ربي غادي قالوا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وذن عمي انا غاس بالك نجب كيما نغشوف لا سيو الصفه ولكن نخدم الفعايل النظم مريني لي وحدنا نغني انا الصفه النظم ولكن انا عاقل بلي سيدي ربي لقات نصرقا في زراغي وكرب وين تخدم مره مكتوب في الله كان اذا هادي قال اتعرض سيدي ربي وسخدم برا غشريك والدواسين كي لقات اتخمض احسان لوالديني ولكن ماذا قلت سخدم برا الاحسان لوالديني عاقب لا نقيك فاضص دخشم سيدي ربي سبحانه وتعالى وسناد الحوايج ما افتقر سيدي ربي القران الكريم من قراءه تلقاو جالس خاطر سيدي ربي السبب الاول اللي سيدي يويض اذا انت ولكن الوالدين كي السبب الثاني السبب والسين سيدي يويض كايت مثلا روح ديون غير الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادو غير الجهاد خاطر الناس افضل الاعمال الجهاد في سبيل الله الناس ادو اكني صراحه عشان تغيس عن الوالدين الناس الوالدين كاين كي جهد ديكشن ففيه ما جاهد وغير غرسل عشان حاجك تسعان وحاج جهد ديكشن اتصعود الرحمه غير الجارين كي الرسول صلى الله عليه وسلم يجعيث اماكن بين الورثه يقرض صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت انه سيورثه ان مازال جبريل يوصينا في الجار المجعل غثير من الورثه نتسم اري ورث الجار الجارين كي ويقلع على خامس في الله الى قت عقيض ما يحميك ربي ما تصبر لينا دينس على خاطر تشين الجيران ماذا وين انا وي رحم سيدي ربي انا وي ديش مالي دسميري وينك نكصبر لينا هذا الجارين جارك ولو جار كغير مثل العلاقة الاجتماعية مرة كوكين دي تسست شيل الرحمة ذخين المجتمع المسلم الإيماني يبدو ذي شين الجيران ماذا قلت عذي يد الجارين كنك عذي يد الجارين وكل يوم دينا يعذي يد الجارين أذي لنا نخدم المجتمع المسلم مجتمع إيماني المجتمع للرحمن سيد ربي إسرق دي رحمة سبحانه وتعالى كغير مثل هذه سعون العبد الرحمن أفل عباد مرة خطر الإسلام إفكي أغفي تسير ربي باش أتلي الرحمن تقوغرنا وتلي ثقمات تقوغرنا وتلي ذكرين تقوغرنا أنت مسفهم أنت معاون فين العاية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يوث الحاجة فانش تحت ثلاث ياسم دول مظهر رانا ايو مذان وتسمس فهم لرفلس المؤمنين المؤمنين تسمس فهم الحاشة في هنا حاشة في المعاونة حاشة في التكاتف في التكامل الريالين كير افراد المجتمع كما يتمثل الرسول الشبيح صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اثم دارا وتكبير الايمانينك حاجه ما تحمي ظل غيرينك اين تحمل ايمانيك دوكين يقول شبيح النبي صلى الله عليه وسلم امتي اي قر امتي انا سيدي ربي وفي غارين ديك السماء ديك السماء ديك الشم جهنم ادي توصي على الذي قال ماذا قلنا ذكرا كان مشطوح علي جيني العبد الكفري يقول تعديني نسي من ماذا قلنا صدقية صدقة أقريك يتوقف في لك صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة ما تقصد كلام يجيني ننسي من المرة تعدين يعتبر صدقة يتوقف في لك ورتب ذلك صغبي خطصوص انتكال القيمة ويجي إذا ما دعدي القبري ذي في كلام أهذ بلك يجيني ننسي من وتعدين ويستقار المعنى إلا يوني يعرف الزريق مثل ذا الظروف ذا مشتوح كانك اليوم يقول لذ قبري عدنت في لس ودرنا المنداد نسن بس كسن ولكن تعدد كروس تعفسي تسرفنا الرودا تثيثي تحشم أسعر داخل أغرق الروي يكشم السيرفو نصغر داخل إيوث كذا وكذا بوساني قوث ذي الكومة والشمين سمزلوت وتفكارك الشمين فلاس فما خزرتو لك شيني ماذا قلنا يفكاكي داربي ذي كشيني فكسر دازروني فذكرتم بعيدة شعرت سعيدة زي غرسي داربي إما تطول أذى عن الطريق صدقة التوقيد الإسلامي يتمثل ذا الرحمن في الخلق سيدي ربي يقرد صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إنسي من ذوي يسلم من ينسي من أمد فوسيس أمد جلسينس ويقرد في رواية المسلم من سلم الناس من لسانه ويده أمد نسيم أما مشي نسيم خرب ويني مرة أكوي فرات عاد صفض أثر رويك بلك هذا صفي حرام في اللسان بلك هذا أتصر ضيلا من الدم ديلاك أفعل جرق ورويني ولكن في آخر ثانية غمار ديال الملك المتدق في الروح نيني والله أقسم من يضرس الأدر والبارك في الدنيا كمي أي خطر أتجبرني إني أكتب عن حشمة الدين هذا الدغين هذا الحزن في لك يومين نصف أيام ولكن حشمة في ثلاثة كتب هذا ما قيل لك تجد غير في رد عمليس إنك أتصر فريف الروح أفوز كان كونك كونك إجمو ثنك في النعاش كونك إجمو ثنك في المرحوم إني أتزيف لسا استقر قرض ذي الحلال وقرض ذي الحرام حشر بيك زراد باش يدبير ولكن يكون يتنعم مثل كنا نضرح غضب خلصة إذن إنسان إلى أتعقد وجنجو يا رأي يا خارتي
يا خرتي الدنيا هي مثلا المسلم اكيد قال صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه انسي ما فوق ماشي انسي ذي حرام اذا منيش وتكثر وتخبش ضره وتشنع ضره وتنقضره وتجرح ضره وتنقضره وتصدر ديال المال الصغار ما داك لا واش بالك كيف قال نكون نقرش شي حرش غير حرش يرضر ديون انيس يتشوي سي ويض نظن وكاين عاود يزيد مباشره للعبد الا ندير اليك يتشوي شي انيس تغليت في الليل يكرا من بعد وين غادي عيسى ديال الرحمن ليك ساكن يدمد لك فوشي شي عين الا نكون في كيسي من بعد يند هو يقول لك امس لا يجي خطر الحشمة دنكس العبرات العبرات تدنكس انيس يهدون انيس والله سقط تخذ مغضلا فيها باش ولا فيرد خلو انيس الشروق سيونا هذا وين هذا وين يدفك نكوني غابورنا شي حرش غير حرش ما داك لا نتشا الى الغير اما سلفيا وشرا اما سلمي الحنات اما كلش ولكن والله الذي لا اله غيره ورس يقول دين العايم وين يدك وين يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم في دينه ان من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه قيل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اراك ما داك لا تقول لك فكره ديم الحنث قرث ماشي انك في الحقيقه فرطت دينك ثارت دينك ادي حرم سيدي ربي فلاك يجنف واذا كيف قرغ بجهنم ننسي يا رسول الله غصب لك هذه الحاجه ومسعاره كذا اني اسمك لك هذا منك اذا قشاو نسي نخدمك السواك ما تقول لك قول فلاس الرمي الحنف اني خطر تسيس دار تحرم فلاك يجنف كان مثلا المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وتكثر ذي العرض العرض ضد العرض الحرمين ضد الحرمين كان مثلا خزرت كانوا شبيح ننفين صلى الله عليه وسلم ثلان يوتم غار تخدم المسجد كان تصنض المسجد من بعد أسمين إثموت ثموت ذكر نضينش وسنين أرى وتخبرنا أرى ولكن بعد يسقسف صلى الله عليه وسلم وسنين قاسنا يومين أكثر إنيس أني ذا ثلان أنيس رسول الله ثموت إنيس أشمو يتخبر مرة أنيس نضيت كان ذكر ونفغار أكيد نهبول ولكن واش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم الناس داير لا مسكن اوسكاس ام بعد روح روس كان الناس يزول في الله صلى الله عليه وسلم ان اكرمكم عند الله اتقاكم واش قرارا كيني رشي غلف سفه شبحات كيني تقدم ارشيد لا شي قربوني ساعه ميشور ساعه اللي يشور ساعه الناس ديال الحاسب ام احبيبي شو وين تدفع وين يسعى الايمان شو يخدم العمل الصالح ان اكرمكم عند الله اتقاكم ماشي تفريك ناخذ الشبح ناخذ الشينيك نغمد قال الدريات ناخذ الصحاك ناخذ المال اللي كيشات عدي رشيد ربي وكيدي تما قيا رشيد ربي غير وجهه ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أنا عقيب اللي يون أتدرس سلكتفيسنا ذي عدين سزين سنسفلا إذن زبانيا جهنم هذا عدش في الويدي زران وقفيا ذوين الويدي كون زرار خطر للويدي يكتم الغرور كوني أنا عدي بغير حساب أنا عدر سيد ربي يالواري الواري عدين بغير حساب حشو ويدي فغا سيد ربي اقب الشر الرسول صلى الله عليه وسلم ذي رجع يا ربي سنة مثلا رجع يا ربي ذي مؤمنين أكيد خطر الإنسان مدام المسيح تعديه ذي قصة يغاي غرس يا ربي أدي زين غرس يا ربي التوبة النصوح يزمر في أثي يرفث في أعلى عيليين التغيث مثلا أرحم الخلق بالخلق ذن في محمد صلى الله عليه وسلم يقرد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إند ولش كلام إفرار استوى النغ وده ذي رأف لس الرسول صلى الله عليه وسلم إند نشدي ذك في سفر إند بعد يتزيد تعرف النغ أي تعديه أني وغيه قرن تيرجيم أني ويكسخر عن تيرجيم إيش يقر صلى الله عليه وسلم إنيس يونود من الصحابة إنيس رسول الله كسس دي فراخيس إنيس كسس دي فراخيس إنيس أرثى سفراخيس رحمة بها أرثى سفراخيس إند الرئيس فراخيس أم بعد أثبرك في اللسن والسسم ويثدون كذي المدينة المنورة يعدد أي مثل يون والغم جون من الأنصار يتجنن يونس مرافي دي الطفل ولكن يقدم غرغور صلى الله عليه وسلم يقول أكني غيثي دي زران يصب ديمانيس يسرح ديمانيس ويصدق رويس غفي المرنيس ومثل موقل صلى الله عليه وسلم مقيت يفاتي تسروا الغمني وثيا والغم قلنا يا رسول الله كني غيون من الأنصار الناس أدي تشتكف لك على خطر ألا تسعة تشفر وثجي إنيس نصح يا رسول الله إنيس لا إنيس تقيل البهائم ودفك ربري في السنون إلى قصته بإحسان أكان يدوش بيحنا نفين صلى الله عليه وسلم يروح على ثمرة الطائفة يثمثل قبل الهجرة على المدينة المنورة أسميك الذي مكان مكرمة يروح أغر الطائف يقول كنيس خذ من المشركين يروح أغر أهل الطائف باش يستنجد بهم باش أهل ثنجي فريدي سيسدي بالغريسة لأنسي دربي ولكن أسميك قد غردنا
وفي درينا رثير اللي تلاعي إننا سديو فرسي دربنا الوادي شجع رمي كده شجع كتيني ومبع يغيد صلى الله عليه وسلم وثنتيد ودانس دي وردانس رجمنتيد جرح ندكو ذار نيسا من سنم زيد بن حارثة رضي الله عنه اسمي ندي قذر قرن الثعالب اليون الكلمة قرن قرن الثعالب يستعفى صلى الله عليه وسلم إذا ريش يحون دي ذمن إنيس اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بغضبك أو يحل بسخطك لك العتبة حتى طر ولا حول ولا قوة إلا بك إني سناصد أربع ماذا قلنا وتغضيف ظرف لي غيني بغوني يضروا يدين ورسعد بشون يقدران جبريل عليه السلام غريب نذي قاعني في ددي إني يا رسول الله إني سوى جمال كل جبال أثنى الورد إن قد غرورت إنيس يا رسول الله إنيس لو شئت لا أطبقت عليهم الأخشبين ما يعجبك تسمي الغيب ولا رقيف لا سلك ولا كانوا يشيخ مرة أوك. ولكن صلى الله عليه وسلم ذا شون سينا إنيس لا يا رب عسى الله أن يبعث من أصلابهم من يوحدك إنيس ذكر ذا من السن إقدرك عفدنك وخدم لا رنشرك إنيس اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون إذا عيس الهداية أولا وإنيس فيت غريمة إنيس خطر ذا القوم وإنيس إفكيس العذارة شمس تخدم لكن إنيس الجهلس نخدم لك إيه وش مدروح يا رسول الله إني يكون حاضر وتمم مكارم الأخلاق بشرة ربي غسل شمال العلم والسقي أهل الطائف دين سيمة كان يد مثلا وشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يقضى رسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله ذا الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن دل أنبياء ذا الرسول في كيسنا ربي والدعاء إقفيس انتي كل نبي قبل يزد الدعاء هذيك المرة الأقوى من المرة نوح سيدنا نوح سيدنا هود سيدنا لوط سيدنا شعيب الأنبياء الرسل مرة ولكن صلى الله عليه وسلم إنك اختبأت دعوتي ليوم القيامة شفاعة لأمتي إنك فرغ دعوينه إلى يوم القيامة شفاعة للأمي أكان صليتها في النبي وش بيحصل صلى الله عليه وسلم أكان يجد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طث الأرملان نغيون فاذ ونسعارا تجلت أكد المسكين يحسب إذن الجهاد في سبيل الله إنك الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله اليتيم أغوجي الوين رسك الفريس إنك نكس أكد يجن أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة أكان يجد مثل باش أنظر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يرجى في يوني بالشريف إذا شو مزدنا الناس تروح لريون فلان جوث تمر الناس تروح بالشرس الجنة الناس إذا ربع إذن يكتب بس الجنة من بعد يكرد سلم غولة مدي كر الصباح يحارب المريا ليوس يطف تيش اليوم باش حد أرمي بوضع إنه ذا فيد لا عمر السين أمكان لا عمر السين يعبدني ولكن يقول أم دل أمكان يقول اسميس اسمين قد غرورس سوى الناس يروح يفتح إنسان عادي إنس دشو يدخل مظ أنا كديش بشير صلى الله عليه وسلم في كيد اسميك ثمر تكيف كيد كل كوردوني مرة في كيد ثني دشو يدخل مظ إنس أنشتاقين لا عمر ثني غير عبدني ظن ولكن يمين مدام ذن في صلى الله عليه وسلم أنا كديش قال إنس هذا الدنيا إنس اللي يطلع أرمى هذا جن يموت ورجيش جيز دي وجيلن إنس تجارنا تو فرقات من نصف النص سكراستين سات النص إصغي مرغوري إنس أبجير سجن فيك تبقى تسيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أي ثلاثين دوك سواس ويستمالي هذه الهجرة الرسول الشريح صلى الله عليه وسلم يغير من كلمة كرمان أروي ذا النغة ذي الشفغن أروي ذا النغة إثي وثن أروي ذا النغة شكمن إقل غانا كان عميس إقل غان الصحابين الزافس إثي الشفغن وذبعان تغار ثمورة في فرانيين خذ مناس الجيران ثمورة في فرانيين خذ مناس الجيران ولكن يكشم 10,000 ذا جندي يكشم غار غرسن قالوا كان سيعجبه هني محق ويتجاريون يكشم يكرد يقول قال السعد بن عبادة رضي الله عنه إنيس اليوم يوم الملحمة إنيس السكاد يغيطان لا شو يسيرنا الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم إنيس كستس تعلمت وينا إنيس اليوم يوم المرحمة ذسن الرحمة ماشي ذسن سارة إنيس ما تظنون أني فاعل بكم ذا شو يتجعل ماذا ونتخدم ناس أخو كريم وابن أخي كريم ناس ذيك مثلا مثلك مثلا ذا شو الخضب ذا بالخير وتسوي ذلك غصنا ذاك الضر غصنا سخن ذا شو المضرة ميكشوفي ويك ذا بالخير ودي تسالي ذا لو كان لا لعب ذا لقد نعيد وكتي دي تسالي لو كان مستجدارك وقرير ماذي ذا مستحيل بشد فايق بيح ذا جميس على خطر المؤمن جديه يميس حشين لعيد الفغنديس ولكن
الغير نس أماكن قارة كم ستين دشارج أين يفقون يفقد ولش اللوم في لس دم كان يسبابيس أكام لكن إنسان مؤمن لا الناس أخو كريم وابن أخين كريم الناس يذهبوا فأنتم الطلقاء الناس روحت سمح غول أكام يدوش بيح النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يروح ديون العربي وفديد قر الصحابة الكرام الناس عندي اللي تقول محمد عندي اللي تقول محمد أثياء قيارة جرسنا رميدي كريون صحابيه وهيس الناس تندوهينا ولش كرا تجيب قوين نغلب ستة شبحات نغلب كرا للقهر من السنة سارة تعقيد ولكن من سنة مياض النظر إذ دونك في سفر انت الصحابة الكرام أقول نغريون كان زنخ أم بعد إما ذا شو يكرديون صحابين الناس دين سياسة كافي زيون ويكرد ويض النظر الناس كافي سرخن كافي يزول أثي يزول ويض النظر وستي يض النظر الناس سويس كافي سجون يكرد صلى الله عليه وسلم ذو سربعين الناس كادي والناس صغار الناس شايل تيمس الناس لا يا رسول الله لا نكفيك العنا نكون أي أشنا كافي نستخدم الناس لا الناس سيد ربي يحمل ذي العباديس ويتسيد رأيي والمتميزة في الغير نظر كنت تخدم من مرة أرد تخدم ويذن كنيم الوجين يدوش في حن فيهم صلى الله عليه وسلم سيد ربي ذكرتي دي القرآن الكريم ذكرتي دي التوراة ذكرتي دي الإنجيل ذي كتب فيني قاعد مرة ذكرتي غصب حالي المحانز داخل على خطر الكتب السماوية مرة أو حرف انتت ولكن حاشا القرآن الكريم سيد ربي غيثي عسل وزمير ريون أذى في حرف إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون عشان الذي قارب سيد ربي إن ما زالت ذي التوراة ما زالت ذي الإنجيل ينزم إلى ذات يقرد ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الرحمن سيد ربي يكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم إيوان ذي تشاهدنا لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الذي يجدونه يخدم مثل دي الساعة المضارع مثل دي خدمارة دي الساعة الماضي على خطر شميع أين ما يفنى العمر الدنيث دائما دي التوراة دائما دي الإجيلة ريلي أين تفوث كيف الدنيث ما زالث يسوى كتف دينا يلوم أزمي لرن أذى ثمحون ما أحواجنا غير مثلا الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا لدي نسي من استعرفني السيد مثلا إذا لا لدي نسي من سد من دي الأخلاق نس سد من دي الأخلاق ولكن نسي من تهاون الغفية دي وزمي رأي العبد ذي انكار أكام ما رضا ما دفت تكار ذي مرتين سيام ما دفت يخدعي مرتين سيام ما دفت يكثب ما دفت يون ماشي ذين يستحقي لا تصدي للفقراء المساكين يضع وتسياق رأوان شتيقين غير مثلا كل شيء قرا كل دين شيء من الى قم كل يوم هذا الشيء يحقيش كل يوم ادي وين لهنا غير الخير ادي ادي وين اما المجتمع مره هرقل تمرتنا الروم استشهد ابو سفيان في النبي صلى الله عليه وسلم وفي كيسر وصيفيس باش سينا اني شلو كان ضوضاء وصص صغير دارنيش اني شلو درسنا درسنا كان يضرني وثني اتي ديوان اتي ديوان ديليس الله الله كان يد مدن اذا لامارتين تموت فرنسا وكين الغرب علماء الغرب لامارتين تموت فرنسا خزر شال الذي قريت مثلا خطر ولاش كان دونيت صدر الاسلام ولاش كان لعبد الدونيت ونسل راس الاسلام يقرب الوقت نغيب عاد يقرد ورجاز المفكر الفرنسي ان محمد العالم محمد القائد محمد الخطيب محمد المشرع محمد المحارب قاهر الاعداء قاهر الاهواء صفه العالم مره او كل صفه العالم استعصت الرسول صلى الله عليه وسلم خزر ذلك ان شاء الله يتكمل ورقه لا وقيم قال الله مارتن يقرا بالنظر وبالنظر الى مقاييس العظمه البشريه ما ضد المعيار يصرف قسم لا بيرسوناليتي لعبد الدوني إن أتساءل محسوب هذا يون السؤال أري خدم أتساءل إن هل هناك من هو أعظم من محمد إن وجيم أما كنا سند جم بوز لكاستيون هل طري لو قل لني محمد نعم ولا شوني لني محمد حاشا سيدي ربي عزيز إدي كان إدي كان إدي كان ديك صلي في النبي مشبيح صلى الله عليه وسلم إلى يون بريطاني كما قرن جورج برنار شاو العالم جيل إنجليزي أن غران فيلوزوف الإنجليزي أم كان دي قال إند العالم إند الموند إند يحواج أريوني تخميم تخمام محمد إند صلى الله عليه وسلم إند لو كان يلين إند لو كان يلين أدي فروثي مسين دوني ثوق في لذي من الصفة فنجان القهوة إليون ستان سكوتلون ديما قال توماس كارليل إند حمل محمد صلى الله عليه وسلم إند حمي الصفة والصفة ينوز مرات تسعودي دوني
كما الذي قال إن دوذ العارض من قرحان إلى عفذر اسم حسني وين أردينين باللي غين ديقوي محمد يكتب إن دل عرش اسم حسني وين إلا دا خطر شريعة ينس أتصوذي سفن أتصوذي دوران أتصوذي مذقان مرة إن دوني كامل إن دقول تسجع أرث الجنم كان يند الدليل ذلول روفا الذي من غير الإسلام سجل كيان أدي قاري ون ذروسين قناص ليو تولستوي يون الفيلسوف ذروسين يند أي قار الخطبة للرسول صلى الله عليه وسلم دي حجة الوداع اسمه دي حجة جبري يغرى الخطبة حجة الوداع الناس حم ذكر بشكرك وثق في الضرر روحي ورمش ما محمد صلى الله عليه وسلم ويكشم دغ الإسلام ويشهد لا إله إلا محمد رسول الله والعوام إيش دي قيم إيش دي قيم المرة غابك إيه ورجز جيم اللي يستعلم الأحد يهن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يجود كيف يجمع دي قردن دينا في موسكو أذن يستعلم دي دسرا نيجي لكن أذن يستعلم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم رومي قناص غوستاف لوب أم كدينا إن محمدا أعظم رجال التاريخ إن دولة شرقية دي كان نجس للتاريخ أكان الذي قال إليه وند بريطاني كان بيرتران راسل وجد العلماء مرة غير مثل يجد البري نوبل نال جائزة نوبل 1950 إن دغرغة في الإسلام غرغة في النبي للإسلام إن دفغ الإسلام بلين أذي وغير دين دوني مرة دين الإنسانية مرة إن دخل الفهم مرة وكذ تعاليم دي جون في صلى الله عليه وسلم يدي دين دي القرآن الكريم إن سيجين إسلا نخدم البحث سيجين نخدم للروشة عشان سيجين غرام يدين نسوي البري نوبل كالدي قار ورقز جيمي قارن برتران رسال إلي يوم القناة جون والف جونغوتي خزفية مثلا كالدي قار إن دفع فقد التاريخ باش دفع أعلى مثل للإنسان أكد الصفة مرة أكو ويني ديو فرارين ويني لان دي القمة مرة يندو في عصيد غير محمد صلى الله عليه وسلم يندي أنا ينوز مرارا أذديك النقص ما قل فيه مثلا ويجينا لغد سكن أدسكن الدليل الواضح يويدو نزرارا باللي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أخطر ويجينا في العلماء ذو الفلاسفة ذو قسمي ذكرم ذو القرية ويجينا فلد هدرنا كأمي لا يقرأ ولا يكتب أريقار أريزمير دي غار أريزمير دي يكتب أردقر ذا نقل في دين قل وسينا دي غار أريزمير دي يكتب وسينا دي يكتب وسينا دي يكتب داشي دي معناش الرسول صلى الله عليه وسلم أمي ولسنا ذي غرور السنة ذي كذا على خطر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ذي جدي قرص دربين الذي قال محمد رسول الله كان يثمثل إلا يون أورمين مقارن نابوليون بونابارت وقيم القائد العسكري نسنت مرة يعني أطشم سليني دي جنب ولكن إلا يون ووي يعيث وزمي غادة عدد فلسو في تسدر غرغس يفور بشان الموضوع أجل أم كان دي قارس ميك استعمر ثم ورث مصر مباد يعاوني في يون الخائن ذا مصري نتشان شي شكن اللي في سالم كان يكشم ارتمورتيس واسمين اكستاريون نابوليون بونابارت يروح دوار كازني غروس الخائن يروح دار روس باش يخلص الشيف في المكافاه يعاوني في عاون باش يستعمر ثمورتيس امكشي ان نابوليون ينيشي يربح يقول دار روس الناس باش يفغد ينيش و فغي غالي فيري من ماشي تشي غير فغي ينيس فغي هذا مساله ما كان ينيس تاكوك تقبي غالا ينيس باش هذا ماشي وكسومي كسومي مستحيل الخائن ذي المحادثه غادي يدي ماشي ما ديري من رفد في مالك ضيف دينك عجبك ما باش هذا يد ماشي حاشا قبل قبي غالا اكد يدي جان مسلاي نابوليون بونابارت باش هو يدينا وركاز يدينا في الفينا صلى الله عليه وسلم يقرد يساد موسى سيون المنهج يند حتى كرت اليهود يمنس يند يساد عيسى سي المنهج يند رفد النصارى يند فانت نيغ ارمين السيدي ربي وذميس ربي الى تشون بلي ماذا قال لهم سعاده باش شويه وسعاده باش دي مسكن ساعه ادم تجديش ولي سعيفه باش ولي سعي ماش القدره سيدي ربي توسع ازمر ادي فك العبد ومبلا باش بلا يمس يعني يفكد ادم ويفكد سبابه سي ماش وياش يمش وياش الحواء ويفكد سي ماش سبابه شويه سيدنا عيسى عليه السلام والخلق ربي دي قال مره اك استيمتي النفسي بابه مره لا الودي سعن سنتوت شو ورجع جزء دفتر ربي الدريا إذا السيد ربي على كل شيء قدير وليس على وليس على نشى أكان إذا مثل وش ليش مو يجمع هنا يقرد نابوليون بونابارت إند دكم سلين أجن شيء دينك اللي ينوم ده كل شيء قناص إيمانويل دولاس كازيس ذلفا ذلعب يزين غرورس غدم ده كل شيء حقيقي أم كدينا إند يكتب داخل كارنين شخصيًا يكتب أحب الإسلام وسأدخل الإسلام حمير الإسلام وذا دخش مغ الإسلام ويعطي يران دو السن كان كجين معدودات نغنت يموت نابوليون بونابارت وقارد بلي يموت دينشي يموت انتوكسيكي على الأرسنيك
ستانسا كامس قبل التوكسين لنسيتي انا توكسيكاز على الارسنيك هذا الايرومين اكما ديك شي يقول يفرن يفرن غير غرسن غير الاسلام تيلا تقارو قبل السنيس مدن كان يد مثلا الى يوم قناش وغليزين قناش سير ويليام وير يكتب كتاب فيس التاريخ محمد امشي ايدينا يند يرد في كل شيء اللقب ذي ثمورتينس ذي القومينس الأمين محمد الأمين على خطر الأخلاق يكسع الصف يكسع أولى شو يجزمر الأذى في تسعه يند أزمر للعرض ذي ديوس أزمر الوصف أذي السوض باش أدي حد أدي حد الصف ذي كسع يند وجه على طليعة الرسول ومفكر العالم يند يكد النيق الرسول ذي الأنبياء ويكد النيق المفكر العالم مرة اللي يونو ماريكانين يمقارن جيمس ألبير ميشنير وجه ديون الكاتب ذي الأستاذ ذي الجامعة كولورادو أم كان دي قال إند ونادين باللي ينتشر الإسلام سسيف إند يغلط ويسين على الإسلام إند وينتشر إند سالعنف إند ولش العالم ذي العصرقين ذي العصرقين إجزمر أدي وفق أدي وفق تمسير تقيل إند الدليل الواضح إند القرآن الكريم لغدي قار باللي ثلان حرية الاعتقاد حرية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وين يبغى نادي يمن يمن وين يبغى نادي يكفر يكفر مش من دفكار بجهنم وين انه ميلا غير ورسي غير يكتدو ولكن ثقيد وتسيلالة عذوث غير المسلم وكذ غير المسلم وتسيلالة عذوث غاس ما ذقلا أثمثنك ذين شي من إنما المؤمنون إخوة ولكن وذن لا ذين شي من دثمثنك من آدم أتستعامل ذي السن يدسنس الإنسانية حقوق الإنسان أريد صودار وكنت صود غارك أن يخدم صلى الله عليه وسلم سنقض غير المدينة المنورة ذو ذين وذن يحتمر بلقك من غير الإسلام إن يسور يتصود أركن يتصود وتعاون في اللين وتعاون في اللون أنا عايش بسلام كتشدينيك كتشدينيو لكم دينكم واليدين أكام إذن أكل هذا قرار ورجز اليوم. إلي ونوبني زين مكان توماس أرنولد. إن دولي شهدار التاريخ للإسلام بلغك شو ديون غير الإسلام بسيف. إن النغي شو بكسس الحقيقة إونو اللذة بنسيف. إلي وطلال ماني تسمتوث الدكتوراه سيغري هانكي. ده شو تقاضل توث اليوم. ثند من فين الإسلام إن دي يزرب اللي تسمتوث ولا قرار أتسعو الكنيس غريف ورجز. يند يسرب لهم ولا قرار يسات عايش غير ورقاز ان ذيك نفسي دي تمر بلي غات تحجب ذيك نفسي دي تمر تعيش سلا حرمينس تعيش سلا حيينس اقضي الحرمينس قويز ديال الانسانيه مره اكو اسي تجميل ان في يقن ادي قرن استوصوا بالنساء خيرا ويقرد النساء شقائق الرجال أكاد أدقار وجه أنا خفني يعني في البيرسوناليتي يقول أليس مشيد ذين مجزمر في الدين يلعب مقارن ميح أنا خفني شو الجزء يعني مقارن يون العالم الجليل مقارن دكتور جيفري لوند الدكتور جيفري لوند يون الأستاذ دي الجامعة كونساس للولاية المتحدة أم كيد يقار يند يكتب فيش ربحت محمدا ولم أخسر المسيح ربح هذا محمد أخسر غير المسيح خطر ديننا دينه وتجمعنا سمعنا شيء من الفينا تخفر شوية لو كان الدين هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير سقر ويبثك في الناس الدين هذا أكو أين أهذا الإيمان هو وسن ديبض ولكن الدين هذا كنيع موسى عليه السلام من عيسى عليه السلام ورمين غريس جهنم خالد المخلد في النار وينش نفين وشوفوا من ذران جهنم ريش البابيس نقول أنا من مرة سل أنبياء لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير أدي قال الدكتور جيفري لوند إذ عوم أرسيدي ربي ماري الظال إني سنغسيدي ربي مصرين بالليم أدي يسيوني وقت إغارف فوغيب واسغف دينيش أقضى روحة دينو وقفل ديو الوسلي أخطر أزمير غارة نصبره أدعى شو فران الإسلام ولي يبوهز كان يد مثلا ما أحوجنا أن نسين الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نشتقي الأزمة أن نسعيش ذي العصر غير قناعة بالله أزمة أخلاق أزمة أن نسين بالله موعد مرد يوم الموعد من الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا قرر مولد مكارم الأخلاق مولد الرسول صلى الله عليه وسلم مولد مكارم الأخلاق ذي المولد تموسني وذي المولد انصرف جاء يقارد سيد ربين أرغرس أردوي انصرف جاء يجي مشان دا النظر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وتتسوي ذران دا النظر حشغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذي جين في غد قال أتسم فيم ثقيني وذكرهم بأيام الله ثقي أيام الله اسمي ديو صلى الله عليه وسلم أيام الله اسمي غوجة اسمي ذي غزوة بدر ذي فتح مكة ذي إسراء والمعراج ثقي مرة أيام الله أم كل فريد فاد داود يوت المناسبة غام ثقي أنجدد العهد سيد ربي أنجدد العهد ذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنجدد العهد سل إيمان سل أية مثل سيد ربي وش بيحم كذي قار يقار قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من
الظلمات إلا النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور ذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين ذا القرآن الكريم. الشيخ دم النورية مثلا قصر كان الذي قار وكان أرد السكن سبل السلام، أرد السكن إبرد الخير، أرد السكن أغي السفة ويخرجه من الظلمات إلى النور، أغي السفة ضد طيام غرفات وغي يويد الطريق المستقيم يتوين غير الجنة. وما ثم قيد النور ذا شو إذ دورين سن النور إتسكس طيام إتم يبري. والله الذي لا إله غيره الكرب ونري قمشنا للنساء أغف النبي صلى الله عليه وسلم أغي قشم أري قمش ذا للنساء غف النور أرثي زرين سفات أرضي عيش ضد طيام حشم ذاك اللي يموت كان يد مثل بالنص القرآن الكريم. إذن إيث مثل سجر بوشيح سبحانه وتعالى الذي قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن دوك نتساعة شفا سجر بما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الآية إيث نسجد إيث مثل قال المفسرين بلغ دي الوقت نيجي لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة الكرام ولكن الحمد التفسير أبعد من هذا ماشي كان دي الوقت نيجي نتساعة شفا ربي قال جارسن ولكن ميجي انتقل الرفيق الأعلى أنا عقل بلغ ماذا قال لي لا قال أنا غوغي تساعة شفا ربي ما يلدك خامل النوع ما الذي صرف قد ورونا ما الذي سلوكنا ما الذي يهضرنا ما الذي أعمالنا ما الذي الفيع وشنا التجارة ما نخدم ما نكش ما منكش ما منفق لجميع المعاملات نسعى من رأي الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا أغتعت سفر سيد ربي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كان يد مثل إذن أنصر بالليل كرب بين مرة غاكو يضران دي الدنيا بين نهالا تفغى انفغى فريد سيد ربي انفغى فالرسول صلى الله عليه وسلم أمك آفع صوت سيد ربي صوت الرسول صلى الله عليه وسلم أسقال ذا شيمين ويتفكي ضران يطيج الشيمين ويتفكي ضارة سمراء الشيمين إلا الهلكات الشيمين إلا الرغلاوي الشيمين إقضراوي إذن غوية لا غين دن بسيف السنة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير مدغان أذفك في الله يهم أذفك في الله وين ديري أتشير الرحمة جوغلنا أتشير ثقمات جوغلنا أتشير ذوكين جوغلنا كل يوم دي سعر الرحمة فيض تدن زينر النفين صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سيد ربين أتشير جدر في لنا سوين الهان كدي قاروا غلاق بواليس عزيز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. كان إذن ماذا قال نغايد غرغورس سيد ربغ سيد غير شوي من العين سيد ربغ يلي خلق سيد فيك صغورس الإنسان إذي قرن سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لماذا قال أنه من نضوع سيد ربغ نتسوى ذي نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ربغ أغذف كالرحمس أغذف كالفركس أغذف الفركس للقاع. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.